سنة، هل أنتما فارحون بذلك المنكر؟ تجلسون على الكرسي وتفتون وتقولون اقتلوا الناس بغير حق. من أنت يا شيخ القرضاوي؟ من أنت؟ أنت رجل بسيط. من أنت أن تحكم على الناس بالموت وتحرضون الناس على القتل الشيعة بدون المحكمة؟ هل أنت مسلم؟ أنت لا تستحي من الله الذي خلقك؟ ماذا تقول يوم القيامة لله تعالى وتبارك؟ هل أنتم فارحون تقتلون الشيعة ليلا ونهارا؟ انظروا يا عالم في علماء السنة الذين يحرضون الناس على قتل الشيعة إخوانهم في الإسلام. القرآن هم واحد. ونقول للعلماء السنيون، إنني منذ شهرين كنت سنوية، ولكن الآن سوف نتشيع. اليوم أنا وثمانية من أولادي وزوجي وأمي وأبي وكل أهلي من سبب هذه المنكر الذي تقولون وتفتوا به أمام العالم، تحكمون على العالم بالظلم. عر عليكم ثم عر عليكم. أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب الله أنفاسكم، بارك الله فيكم، كفر الله أمثالكم، وهذا من بركات دم هذا الشهيد البطل. هنيئا له. إنني تشيعت اليوم بسبب ذلك المنكر الذي رأيته يوميا، قتل الشيعة الشيعة إخوانكم. والسلام عليكم. بارك الله فيكم، الله يحفظكم ويرعاكم. لكم تعليق على كلام هذا الأخت؟ ما شاء الله، هنيئا لكم. يعني هو هذا اللي كنا نتوقع، صحيح. وإن شاء الله سيكثر، وسبحان الله، يعني دين الحق واضح، كلام الله واضح. يعني على قول أحد العلماء قال: لماذا الله سبحانه وتعالى جعل عذاب جهنم عذاب لا يوصف، عذاب بحيث يعني عذاب لا يوصف، صحيح، بهذا العذاب الكبير؟ قال لأن الحق واضح. أحسنت. فإنسان هو حتى لو علم بس يعرف الحق بداخله، فما يراد لجامعات ويراد كتب، فالحق واضح. فالذي لم يتبع الحق له روح سقيم وله مقام. وما يطرح إذا تسمح لي، نعم. مع اعتزازي